اسمي سمير صقر، طبعا مدرس لغة إنجليزية في الشمال مدرسة أبو عبيدة. كان وزني 101.9 إلى أن أصبح 77.4. أهم شيء كان في الموضوع كان الإرادة الحديدية. يعني كان هناك بعض المثبطين إنه الوزن مش حينزل، ممكن ترجع، لكن من فضل الله عز وجل وفضل المتابعة طبعا عند الدكتور محمود الشيخ علي كان هناك نتائج يعني أنا نفسي مبسوط منها ويعني مش مصدقها صراحة. كنت يعني ألتزم بالنظام حذافيره بنسبة تقريبا 90% بل أكثر يعني. واللي خلاني طبعا إني أنتظم أكثر إنه كل أسبوعين كنت أتابع عند الدكتور وأحس فيه طبعا في هبوط أو انخفاض في الوزن. فطبعا هذا يديني دافعية أكثر إنه إيش؟ إنه دائما إيش؟ ألتزم التزام يعني مش طبيعي في الجدول أو البرنامج الطعام اللي كان كنت أخذه من المركز. واستمرت طبعا لحتى الان يعني تقريبا دائما يعني ولا مره الا يكون طبعا دائما بنزل الان يعني شبه الان ثابت الوزن الحمد لله رب العالمين. فالان بحس انه انا عايش حياه صحيه جيده، يعني السلطه بكثر منها، لا اكثر من الحلويات، لا اكثر من الدهون. تقريبا الخبز شبه منقطع عنه الان. الان تقريبا لزوجتي يعني بتعمل لها الفراشيح بقول عنه من دون خميرة طبعا، فهذا يعني ماشي معاه كويس وأنا منسجم معاه جيد جدا. إنما كان الجدول ماشي بجوانب متعددة هي كانت إيش يعني تدفع نحو الإيجابية في عملية يعني طبعا تخسيس الوزن. خلاني يعني بنحى هذا المنحى إنه كنت كان عندي مرض الضغط والأمور هذه، والحمد لله يمكن الآن تقريبا شبه منتظم عندي الضغط، فالوضع الصحي عندي صار ممتاز جدا. المثبطين كنت يعني اسمعهم كثير لكن طبعا لا القي لها بالا، خلاص عندي اراده وعندي عزيمه قويه جدا، فكنت امشي يعني المقاييس المخبريه في المختبر كانت تقريبا كلها عاليه. فسالت الدكتور سؤال هيك، قلت له يا دكتور انا الضغط بروح عندي والامور هذه كيف بتروح؟ فقال لي امشي وخفف وزنك. فطبعا هذه ظلت في ذاكرتي وتماشت مع الفكرة تبع زميلي صديق عزيز علي. والله نصيحتي للناس صراحة الإكثار من الفواكه الخضروات والبعد عن طبعا عن الأملاح والمخللات. طبعا الخبز هذا تبع الخميرة هذا زي ما الرغيف بينتفخ طبعا نفس الإنسان بينتفخ، فهذه طبعا بأنصح الناس أنه يبتعدوا عنها. الرياضة ولو 3 مرات أسبوعياً والاعتدال في كل شيء طبعاً.